إلى نيس مباشرة نشاهد هذه الصور الآن لوصول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى مدينة نيس في جنوب فرنسا، تحديدا إلى كاتدرائية نوتردام محيط هذه الكنيسة التي وقعت فيها الحادثة صباح هذا اليوم، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص. ولا زالت الشرطة الفرنسية تجري تحقيقاتها في هذا الموضوع، وسنتابع المزيد حول هذه القضية في نشراتنا اللاحقة.